بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله هنبدأ بلاي ليست فلاتر انترودكشن. البلاي ليست دي مينلي بتهدف إن هي تساعد حد لسه بيبدأ يتعرف على فلاتر فريم ورك أو بيبدأ يتعرف على حتى الموبايل ديفلوبمنت. البلاي ليست دي تعتبر انترودكشن، هي بداية مش من الصفر، هي من تحت الصفر خالص، وهتفضل مكملة معانا لحد مستوى فوق المتوسط بإذن الله تعالى. طيب مين يقدر يشوف معايا البلاي ليست دي، او البلاي ليست دي موجهه لمين؟ مين اللي يقدر يشوفها؟ اللي يقدر يشوفها واحد بيبدا في مجال البرمجه لسه وما يعرفش لسه حاجه عن البرمجه، واحد لسه بيبدا بدايته الاولى خالص تماما، او واحد اوريدي كان عارف حاجات تانية باك اند، كان عارف مثلا اندرويد نيتيف اي او اس نيتيف وعايز يشفت الفلاتر ده برضو هيناسبه. طيب انا طريقه شرحي عامله ازاي لو دي اول بلاي ليست ليا تشوفها او اول فيديو تشوفه؟ في فيديوهات كتير على القناه تقدر ان انت ترجع لها، انا بشرح على المايكروسوفت وايت بورد دي كده بالتابلت، وبشرح على الكود بقى لو في كود بنكتب كود مع بجانب الشرح اللي احنا بنشرحه ده. انا فيديوهاتي ما بتبقاش فيها مونتاج، انا مش بمنتج خالص، انا بريكورد كده الفيديو شوت واحد، و يعني تقدر ترجع لفيديوهات قبل كده ليا تشوف هل اسلوب الشرح ده يتناسب معاك ولا لا والكلام ده كله. انا هحاول في البلاي ليست دي ان شاء الله ان انا اخلي الفيديوهات نسبيا مش طويله، بعكس بلاي ليست الثانيه انا كنت بتبع فيها اسلوب ان الفيديو ممكن يعدي ساعه او كده، لكن فيديوهات الانترودكشن او كورس الانترودكشن زي اللي انا هعمله ده هحاول ان الافرج بتاع الفيديوهات يبقى 10 دقائق ماكسيمم ربع ساعه، وهيبقى اقل من كده كمان 5 دقائق 6 دقائق، ونعمل فيديوهات اكتر ده هيتناسب مع اسلوب ان انت بتبدا انترودكشن لحاجه او كورس لسه لحد بيبدا. طيب اول حاجه حابب اتكلم فيها ايه اصلا السوليوشنز، او ايه اصلا الاساليب، او ايه الطرق اللي تخليني اعمل موبايل ابلكيشن. لو افترضنا ان ده كده موبايل اهو، ده كده موبايل ابلكيشن، سواء ده كان اي او اس او سواء كان ده اندرويد. ازاي انت تبرمج ابلكيشن، او ازاي انت تبرمج تطبيق، التطبيق ده بيشتغل على الموبايل سواء اي او اس او اندرويد، عندك فيه طريقتين. يبقى اذا انا عندي في الموبايل ديفلوبمنت، انا عندي طريقتين، الطريقه الاولى الطريقه اسمها نيتف، والطريقه الثانيه اسمها كروس بلاتفورم. طريقه نيتف وطريقه كروس بلاتفورم. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ عارف كلمه نيتف دي عامله زي ايه؟ لما تيجي كده تحس ان واحد بيتكلم انجليزي بطلاقه او بيتكلم لغه بطلاقه، بيقول لك ده بيتكلم كانه نيتيف او كانه من سكان اللغه الاصليين، يعني عايز يقول لك ان كلمه نيتيف دي هي الطريقه الرسميه المعترف بيها، او الطريقه اللي الدوكيومنتيشنز او اللي عمل الاوبريتنج سيستم بيقول لك ازاي تبني بيها تطبيقات ليه. انا عندي في العالم كله دلوقتي في 2 اوبريتنج سيستم، او في 2 انظمه تشغيل في العالم للموبايلات، عندي في اي او اس وعندي في اندرويد. كان في زمان ويندوز فون، وكان في بلاك بيري، وكان في حاجات تانية شبه ما بقتش موجوده، فخلينا نقول ان دلوقتي بنسبه 99% في الموبايل ابلكيشنز، او 98% اي او اس واندرويد. طيب عشان انت تعمل ابلكيشن، عشان تعمل تطبيق بيشتغل على الايفون او الاي او اس، انت محتاج ان انت تعرف لغه برمجه اسمها سويفت، او لغه برمجه تانية اسمها اوبجكتيف سي. دول اللغتين اللي انت محتاجهم عشان تبيلد ابلكيشن على اي او اس. طيب في الاندرويد انت محتاج ايه؟ في الاندرويد انت محتاج كوتلين او جافا، دول اللغتين اللي بيبرمجوا تطبيقات الاندرويد. طيب انا لو جيت عملت تطبيق من خلال اندرويد كوتلين، وجيت هنا في الكروس بلاتفورم رحت عامل تطبيق فلاتر على سبيل المثال، لو قلنا في الكروس بلاتفورم فلاتر مثلا باستخدام لغه دارت. دارت هي لغه البرمجه اللي احنا بنكتب بيها الاكواد، او اللي احنا بنستخدمها بفلاتر كفريم ورك عشان نطلع ابلكيشنز للاندرويد واي او اس. واحده واحده وهنقول كل حاجه. انا دلوقتي بس عايز اقول لو انا عملت ابلكيشن بلغه كوتلين بيشتغل على الاندرويد بس، لو انت عايز تعمله اي او اس يبقى سويفت. اذا لو انا كتبت كوتلين بطلع اندرويد بس، كتبت جافا بطلع اندرويد بس، واقدر اكتب الاثنين مع بعض جافا وكوتلين في نفس البروجكت يطلع لي اندرويد بس، او ان انا اقدر ان انا اكتب سويفت يطلع لي اي او اس بس. طيب فلاتر بتعمل ايه؟ فلاتر او دارت بقدر ان انا اكتب بلغه دارت لغه برمجه واحده تطلع لي الاثنين، تطلع لي اندرويد وتطلع لي اي او اس. جميل جميل. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان فلاتر بتقدم سوليوشن
ليه مميزات وعليه عيوب. يعني لو كان دارت او فلوتر هو الحل الامثل اللي مفيش فيه اي عيوب، كانت كل الناس سابت الاندرويد والاي او اس. انا ليه اتعلم لغه برمجه تطلع لي حاجه واحده، ما اتعلم لغه برمجه تطلع لي حاجتين؟ تفكير منطقي. النيتف اللي هو متمثل في اندرويد جافا وكوتلين واي او اس سويفت واوبجكتيف سي هو قديم، وهو كبرفورمانس نسبيا اعلى من الكروس بلاتفورم عموما، سواء فلاتر او انواع تانية هنتكلم عنها. يبقى اذا انا عندي في الاداء نسبيا النيتف اعلى نسبيا. دي انت مش ان انت هتجيب موبايلين او تو ابلكيشنز معمولين ده نيتف وده كروس وتحس ان ده احسن من ده، مش ده قصدي. قصدي ان مع السكيل الكبير بتاع الابلكيشنز، سكيل كبير قوي مش متوسط حتى، ممكن تلاحظ ان البرفورمانس نسبيا بنسبه ضئيله في النيتف اعلى من الكروس بلاتفورم. بل لو تيم الكروس بلاتفورم عامل الحاجه بتاعته مظبوط، ممكن ما بقاش فيه حتى فروقات تلاحظ يعني في البرفورمانس. الديفلوبمنت للنيتف ستيبل اكتر لان هو قديم، فبالتالي المشاكل اللي بتواجهك وانت بتبرمج عشان تسيرش عليها وتحلها في النيتف هيبقى الموضوع ابسط شويه واسهل، لان المشاكل مر عليها ناس كتير قوي لان هي اقدم، فبالتالي اتحلت اكتر. الكروس بلاتفورم ممكن لو انت في بعض المشاكل ملهاش حلول كتيره، فهتتعبك شويه شويه مش قوي ان انت تلاقي لها حلول. انا وجهه نظري اللي انا بقولها دي مش وجهه نظري كلام انا عملت سيرش عليه على النت وجبته، انا وجهه نظري انا كواحد انا شغال سينيور موبايل ديفلوبر، بشتغل اندرويد بايدي كوتلين وبشتغل فلاتر بايدي دارت. يعني دي وجهه نظري بناء على تجربتي الشخصيه، مش كلام سمعته من حد ولا كلام انا قريته على النت. انا اشتغلت اندرويد نيتف في الاول جافا، اشتغلت اندرويد نيتف كوتلين، ولما فلاتر نزلت من 2018 من ايام ما كانت بيتا هنتكلم عنها دلوقتي، وانا متابعها وكتبتها وما زلت بكتب فلاتر ومهتم بفلاتر. فده رايي اللي انا بقوله بناء على تجربتي وليس بناء على شيء انا سمعته. طيب هل الفروقات ما بين الكروس والنيتف ملحوظه؟ لا مش ملحوظه. يعني هل انت ترشح لي ان انا بدل ما اتعب نفسي في فلاتر ابدا نيتف احسن لي؟ مفيش حاجه اسمها احسن. الاثنين مطلوبين، في وظائف فلاتر مطلوبه، في وظائف نيتف مطلوبه. ده اسلوب برمجي اصلا اسمه ديكليرتيف بالنسبه للكروس وفلاتر، ده اسلوب برمجي اسمه امبريتيف بالنسبه للنيتف، حاجه اسمها بروجرامنج بارادايمز. هنتكلم عن الموضوع ده واحنا ماشيين، يمكن المصطلحات دي انت ما تفهمهاش لو انت لسه بتتفرج عليها لاول مره، بس هنوضح ونقول كل حاجه. انا بس عايزك انت تعرف دلوقتي المعلومه اللي انا عايز اقولها، ان مفيش حاجه فيهم احسن من الثانيه. بالنسبه للمرتب او السالاريز مفيش حاجه احسن من الثانيه، بالنسبه للعرض والطلب في السوق مين مطلوب اكتر، مفيش حاجه فيهم احسن من الثانيه. ده اللي انا عايزك تفهمه. طيب تعالى كده نيجي هنا للكروس بلاتفورم. احنا عرفنا النيتف، النيتف حاجتين اي او اس واندرويد، اي او اس واندرويد، اي او اس سويفت، اندرويد جافا وكوتلين. طيب الكروس بلاتفورم ممثل في ايه؟ ايه هو الكروس بلاتفورم؟ الكروس بلاتفورم احنا قلنا فلاتر. فلاتر ده الفريم ورك او بيئه العمل او التكنولوجي اللي احنا هنستخدمها، هنستخدمها بلغه برمجه اسمها دارت عشان نقدر ان احنا نعمل ابلكيشنز اندرويد واي او اس. الكروس بلاتفورم كله، الكروس بلاتفورم ده كله بالكامل بيعمل ابلكيشن اندرويد واي او اس، يعني الاوتبوت بتاعهم واحد، الاوتبوت بتاع الكروس كلهم واحد. عندي حاجه تانية اسمها رياكت نيتف، رياكت نيتف دي بتتكتب بلغه برمجه اسمها جي اس، جي اس اللي هي جافا سكريبت. بالمناسبه فلاتر مدعومه من شركه جوجل وهي مصممه من شركه جوجل، رياكت نيتف مدعومه ومصممه من شركه فيسبوك، من موقع الموقع الشهير او الشركه اللي اسمها ميتا دلوقتي او اسمها فيسبوك، هي تبع رياكت نيتف. عندي في سوليوشنز تانية للكروس بلاتفورم، او عندي في حاجات تانية بتعمل كروس بلاتفورم زي حاجه اسمها ايونيك، وعندي في حاجه اسمها زامرين، كان في كوردوفا، في حاجات تانية يمكن هي مش ظاهره قوي في السوق دلوقتي، او هي العين مش عليها او الطلب مش عليها. فخليني اقول ان في عالم الكروس بلاتفورم اللي بيطلع لي اندرويد واي او اس، احنا قلنا ان الكروس ده بيطلع لي اندرويد موبايل ابلكيشن اندرويد وبيطلع لي اي او اس، خلينا نقول ان في العالم الكروس اشهر حاجتين بينهم تنافس هما جوجل وفيسبوك، ممثلين في فلاتر ورياكت نيتف. جميل، دي بلغه جافا سكريبت ودي بلغه دارت، اللي بالمناسبه هما لغتين متقاربين بنسبه كبيره بالنسبه للسنتكس او طريقه الكتابه، هما متقاربين لبعض. طيب ايه احسن، فلاتر ولا رياكت نيتف؟ مفيش حاجه فيهم احسن، الاثنين مطلوبين والاثنين موجودين، ولو اني اقدر اقول ان الكوميونتي شد انتباهه فلاتر اكتر، رياكت نيتف اقدم من فلاتر بكذا سنه، فلاتر قدرت تحصل على شعبيه وكوميونتي اكتر من رياكت نيتف في وقت اقل. فانا شايف ان فلاتر الكيرف بتاعها بيعلى، او ان فلاتر هي اللي جايه في المستقبل اكتر. فانا وجهه نظري فلاتر
ممكن تكون تفوقت شويه على رياكت نيتف، ده رايي الشخصي، مش كلام مسلم بيه ولا معلومات صحيحه 100%. انا رايي انا واللي انا شايفه، وبعض الارقام بتقول ان فلاتر نسبيا احسن من رياكت نيتف. جميل جميل. طيب يبقى اذا انا عندي هنا في سوليوشن اسمه نيتف وسوليوشن اسمه كروس. طيب لو حبينا ان احنا نقارن ما بينهم في نقاط صغيره كده او بوينتس، نقول مين فيهم احسن، فعمليه الديفلوبمنت، فعملية الديفلوبمنت نقدر نقول ان النيتف نسبيا احسن شوية. احسن لو انت مثلا بتبرمج تطبيق وحصل فيه مشاكل، او انت طلعت برودكشن او رفعت التطبيق وعايز ان انت تطور فيه بعد كده، النيتف ستيبل في الموضوع ده اكتر. الكروس بلاتفورم متمثلة في فلاتر، انا بقارن دلوقتي فلاتر بالنيتف، فلاتر يمكن في عملية المينتيننس مش بنفس سرعة النيتف، عشان ان انت بتواجهك مشاكل بتسيرش عليها في النيتف الموضوع واسع اكتر، فبتلاقي حلول اكتر واسرع. طيب بالنسبه للسرعه، السبيد، السبيد في الكروس احسن شويه في سرعه التطوير. انت عندك تيم واحد بيكتب كود بيز واحده بيطلع له تو ابلكيشنز، فانت حتى فلاتر هاي ليفل قوي، ففي حاجات جاهزه معموله لك. في النيتف كنا احنا بناخد وقت او بناخد مده طويله نبلد فيها شويه كومبوننتس، الكومبوننتس دي جاهزه في فلاتر بكلمه واحده بس تعمل الكومبوننت جاهز، فسرعه التطوير في الكروس او في فلاتر اعلى شويه. طبعا الميزه هنا هتبقى عيب هنا، والعيب هنا هيبقى ميزه هنا. فنقاط القوة في النيتف الديفلوبمنت او عملية الاستابيليتي وانت بتطور، الكروس اللي سرعة فيه اعلى. طيب بالنسبة للكوست او التكلفة، طبعا الكوست او التكلفة احسن بالنسبة للكروس. انت لو انت عندك جبت مبرمج نيتف اندرويد هتدفع له فلوس، وجبت مبرمج اي او اس نيتف هتدفع له فلوس، يبقى انت دفعت لشخصين عشان يطلعوا لك تو ابلكيشنز. لكن الكروس بلاتفورم انت بتدفع لشخص واحد بيطلع لك الاثنين، فطبعا هيوفر لي فلوس، فالكوست بالنسبه لي احسن بالنسبه للكروس بلاتفورم. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده رايي انا الشخصي بناء على تجربتي، وده راي اغلب الناس اللي في الكوميونتي اللي اشتغلت في الاثنين، او ده الراي الشائع في الموضوع. طيب هل السرعه في الكروس تغطي على النيتف بطريقه كبيره؟ لا، الفروقات بسيطه، يعني الفروقات في السبيد والديفلوبمنت مش الفرق الشاسع اللي يخليك تقول الكروس اسرع قوي، او في الديفلوبمنت الاستابيليتي وان انا امنتين المشاكل في النيتف الموضوع عالي قوي، لا كلها فروقات بسيطه، كلها فروقات بسيطه. طيب فلاتر، التيم بتاع فلاتر، تيم جوجل في فلاتر بيطوروا جدا جدا في فلاتر، ولسه سامعين من يومين على الفيرجن 2.10 تقريبا 2.10، كانوا خلوا الويندوز فيه يبقى ستيبل وشويه تفاصيل كده. يعني اللي انا عايز اقوله ان جوجل مهتمه بفلاتر قوي كفريم ورك، عشان في اوبريتنج سيستم جديد هينزل اسمه فوشيا، وبيقولوا ان هو هينافس الاندرويد او هينافس اي او اس. ففي كلام لسه بيقول ان في نظام تشغيل جديد نازل هيبقى مدعوم بفلاتر، او فلاتر هي اللي هتبقى بتسبورت او بتعمل ابلكيشنز للاوبريتنج سيستم ده. ده كلام كله لسه هنشوف ايه اللي هيحصل فيه، مفيش حاجه رسميه في ميعاد معين هتنزل، او احنا لسه مش عارفين مستقبلا ايه اللي رايح. بس خليني اقول ان جوجل مهتمه قوي ان هي تبني كوميونتي لفلاتر، وان هي تركز على فلاتر، وان الموضوع بالنسبه لها حاجه مهمه يعني. طيب فلاتر بتعمل ايه؟ فلاتر اول حاجه بتعمل موبايل ابلكيشنز، موبايل ابس، موبايل ابس متمثله في اندرويد وفي اي او اس، صح؟ صح. طيب بتعمل ايه تاني؟ بتعمل ويب ابلكيشنز، بتعمل ويب ابس، يعني تقدر الكود اللي انت كتبته بلغه دارت اللي هيشتغل على الموبايل ابلكيشنز تقدر ان انت تعمله رن على كروم او على اي براوزر، تقدر ان انت تطلعه كويب اب، وتقدر ان انت تعمل موقع ويب سايت بفلاتر برضو. وفلاتر كمان بتعمل ويندوز ابلكيشنز، ويندوز ابلكيشنز اللي هي الديسكتوب ابلكيشنز. البرنامج اللي انا بكتب عليه ده، اللي انا واقف عليه، اسمه مايكروسوفت وايت بورد. مايكروسوفت وايت بورد ده يعتبر ديسكتوب ابلكيشن او ويندوز ابلكيشن، بيشتغل على الويندوز او بيشتغل على الديسكتوب. تقدر فلاتر ان هي تبيلد حاجه زي كده. ففلاتر عندي بتبيلد لكل البلاتفورمز تقريبا، موبايل ابلكيشنز، ويب ابلكيشنز، ويندوز ابلكيشنز، اي او اس وماك او اس بتبيلد كمان، اندرويد بتبيلد. فهي يعني تقريبا كل البلاتفورمز اللي بتتعامل مع اليوزر انترفيس فلاتر بتقدر تعملها. ولكن للامانه خليني اقول ان الاداء بتاعها في الموبايل جامد قوي مقارنه بالباقي، بمعنى ان احنا بنقارن ما بين الموبايل ابلكيشنز في فلاتر والموبايل ابلكيشنز في النيتف، لكن ان انت تقارن ما بين فلاتر في الويب
وما بين الجافا سكريبت بقى والتكنولوجيز والفريم وركس بتاعت الويب والاتش تي ام ال والسي اس اس والحاجات دي، هتبقى مقارنه ظالمه جدا لفلاتر. فلاتر في الويب لسه مش بتأدي الاداء المطلوب منها عشان تقدر تنافس وتقارن. نقدر نقول ان هي حل دلوقتي سريع وجميل، وتقدر ان هي تطلع لك سيمبل ويب ابلكيشنز باداء كويس، لكن مش هتقدر تعمل بيها ويب سايتس كبيره وضخمه باداء عالي. يعني فلاتر في الويب وفي الويندوز لسه مش احسن حاجه، هي بتقدر ان هي تعمل تواجد على الويب والويندوز، ولكن مش هتديك الاداء اللي في دماغك زي ما بتدي اداء رائع 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 في الموبايل ابلكيشنز. بس نقدر نقول ان هي حل كويس في الويب وفي الويندوز وفي الماك وفي باقي البلاتفورمز كلها. طيب يبقى اذا فلاتر نقطه القوه فيها ومينلي هي موجهه للموبايل ابس. انا ناوي في الكورس ده ان شاء الله ان انا هعمل كام حاجه، مش هقولها دلوقتي، هقولها الفيديو اللي جاي. بس خليني في الفيديو اللي جاي ده انا بحاول ادي سنس كده، او ادي انطباع او طابع عام للشخص اللي بيسمعني، بحيث ان هو يكمل في البلاي ليست دي ولا لا، الفريم ورك اللي اسمه فلاتر ده يناسبه ولا لا، هل هو ده اللي هو متصوره ومحتاجه ولا لا. طيب انا كده عرفت شويه مصطلحات، عرفت ان في حاجه اسمها النيتف، عرفت ان في حاجه اسمها كروس بلاتفورم اللي هي فلاتر جزء منها، وعرفت ان انا عندي في كروس بلاتفورمز ثانيه زي رياكت نيتف بتاعت فيسبوك وايونيك وتزامرين، وعرفت لغات البرمجه اللي انا محتاجها في النيتف ولغات البرمجه اللي انا بحتاجها في الكروس متمثله في فلاتر زي لغه برمجه اسمها دارت. طيب ان شاء الله الفيديو الجاي نقول تفاصيل ثانيه ونتكلم عن حاجات ثانيه مهمه جدا جدا جدا.